يا اختي. هو انت يا اخويا هتفضل فشخني ضبك كده زي العبيد كتير ولا ايه؟ ما تنطق يالا، انت بتعمل ايه هنا؟ بالراحه لا يطقلك عرق يا ست الكل. اخاف وكش من دلوش اثر يا حالتها. وقول الشنطه فيها ايه؟ بصراحه كده فيها موزه، موزه جامده قوي. لا يا واد خفيف اثر وقول فيها ايه انت. مالي يا تامر، وانت عارف الدنيا ما بقاش فيها امان، قعدت ادور على امن مكان اخبي فيه الامانه دي، ما لقيتش غير هنا، وجيت عشان اخد الامانه واوديها لاصحابها. شفت بقى؟ لا يعني امك حنين قوي. ترى ايه يالا، انت هتقول لي حبه على الشيطانه ولا ايه؟ هات بالراحة، هات الشنطه دي وريني فيها ايه. بالراحه بالراحه. حاضر. لو فتحت بقك اخلص عليك دلوقتي، مش عايز اسمع صوتك، فاهم ولا لا؟ نمت؟ مين البنت اللي جوه دي يا فتحي؟ كارما. والله كارما؟ ايوه، يعني مين كارما دي؟ ايه اللي خلاك تجيبها هنا؟ دي بنت، بنت غلبانه يعني، كانت بتمر بظروف صعبه وانا كان لازم انقذها منها. تنقذها؟ ايه يا فتحي؟ اول مره اشوفك بتتكلم عن واحده بالشكل ده، ايه حكايتها معاك؟ مش عارف، مش عارف. عشان تبقى تعذرني وتعرف ان العشق ملوش دواء. ايه، انا قلبت عليك المواجع؟ انت هتقلقني ليه؟ ده انا قلت خلاص ابتديت تفوق لنفسك. افوق ده من بره بس يا فتحي، انما انا من جوه بتقطع. بتتقطع عشان خاطر واحده خاينه؟ يا ريتك يا فتحي سبتني اقتلها عشان ارتاح. ما تستاهلش، ما تستاهلش تضيع نفسك عشان او حتى تفكر فيها. يعني مدمنه زي اللي جوه دي هي اللي تستاهل؟ مش عارف الله يا اكرم، بس كل اللي انا عارفه ان انا السبب في اللي هي فيه، عشان كده حاسس بالذنب ناحيتها ونفسي ان كارما ترجع زي الاول. لا، زي الاول واحسن. بقولك يا اكرم، انا عايزك تروح لتربو بكره عشان خاطر يك يشوفها. تربو، تربو ليه في الحاجات دي وبيفهم فيها، يعني اذا كان يديها دواء، اذا كان يديها حقن، يعني عشان يخرج البلا الازرق ده من جتتها. هي لسه في الاول، يعني هتستجيب للعلاج بسرعه. يعني يا لهوي يا فتحي، ده انت شكلك واقع. حاضر، عينيا. صحيح، انت قابلت عدوي؟ واخباره ايه؟ كويس، بيخلص دلوقتي. متقلقش. معلش بقى، غصب عني والله، كان نفسي تتقابل في ظروف احسن من كده، بس هنعمل ايه؟ اهدي 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 وما تخافيش. اول ما النور يطلع هتلاقي الف من يجي يفكك. نام انت كده بس وريحي جتتك، ونتقابل على خير.
الو ايوه عدوي، عملت ايه؟ لا ما انا معايا كبيره جبالك دلوقتي. لا 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 خلاص، انا بقول لك خلي الامانه معاك النهارده وانا بكره هكلمك عشان اقول لك هنتقابل فين واخدها منك ازاي. تمام يا كبير، الف سلامه. ها يا فتحي، خير؟ تمام، خلاص الحاجة وصلت لأصحابها. ها يا فتحي، لو تعرف أنا ارتحت قد إيه. أنا كنت زعلان من نفسي قوي، كنت حاسس إن أنا السبب في كل اللي حصل ده. ليه يا عم؟ في إيه؟ هتعدي زي ما كل حاجة بتعدي، بس للأسف ما ختمتش صح. إزاي يعني؟ الواد منيم فلت مني في الآخر، والواد ده غشيم ومجنون ومش هيسيبنا في حالنا، وممكن يستنز أي فرصة عشان خاطر يغدر بينا. يبقى نغدر بأمه يا فتحي قبل ما يغدر بينا. بالهداوة، مش بالعافية يا أكرم، بالهداوة. دلوقتي البوليس مفتح عينيه علينا قد كده، ومش بعيد إنه يكون بيراقبنا واحد واحد، ومش لازم البوليس برضو يعرف إن إحنا على علاقة بمنيم. وبعدين ما تقلقش، انا زي ما عرفت اوصله في المره الاولانيه واخد منه الصندوق، هعرف اوصله في المره التانيه واخلص منه. بس من هنا لغايه ما ده يحصل لازم نداري جمالنا شويه ونستخبى ونخلي عينينا في وسط راسنا لغايه ما البوليس يغفل عننا شويه، وساعتها نفضى بقى العم غنيم ده على رواقه ونعمل له جنازة كبيرة معفنة. جزمتي وخلصت منك القديم والجديد، مبقاش غنيم العنتيل. ايه ايه يا عم غنيم؟ خرجت تشم قهوه قلت عدولي. قوم يا عم كلك لومه كده ورايح العضمتين دول. كل انت سيد ماليش نفس. كل انت يا سيد ماليش نفس، اسم فيلم حلو ده. بقول لك ايه يا سيد، انا مش ناقصك، انا اللي حصل معايا مش شويه، كانت خلاص هتروق وتحلم، وكان بين ايديا هبره العمر اللي هتريحني عن الشقه والبدل اللي شفتهم في حياتي. فجأة كده تروح من بين ايديا واطلع من المولد كله بلا حمص. ايه يا عم حمص ايه وحلاوة ايه؟ تتحمد ربنا ان انت ما خرجتش بكلبش على موت السنيورة اللي حصل ده هو، ويا ريت كمان جيب فايدة. السنيورة خدت نصيبها، وقلت لك قبل كده 100 مرة ما حدش بيموت ناقص عمر، لكن انا خدت ايه؟ الله يا ناري، هموت مغلول وناقص عمر لو ما خدتش حقي. إيه؟ يا غنيم يا غنيم، انا خايف الغل اللي انت فيه ده تفكر غلط وتلبسنا مع الحكومة. ما تخافش يا سيد، انا مغلول وحطق من جنابي بس المره دي هحاسبها صح الصح، ولازم الطلعه دي تبقى مدروسه. بقول لك يا غنيم، انا في حاجه شغلاني. خير خير يا ابو السيد؟ الحكومه لما كبست عليا في المدافع حكشت فتحي، ده يبقى ربنا كرمه وفلت من اللي انا ناوي اعمله فيه. سلام. الواد فتحي داور وتلاقيه يعرف يسلك نفسه ويخلع من الحكومه، بس لو فلت من الحكومة مش هيفلت من غنيم العنتيل. ده انا شغلة حياتي ان نغص حياتي اللي خلفوه. And I'm going to help them. But it has to be something really good.
7 to 11. That would be good math, but it gets big really fast. You know? عارف انك صح وحاسة بيه وعاملة نفسك نايم، بس مش مهم. قبل ما تفتحي بقك شغل الاسطوانة المشروخة بتاعتك، اعملي حسابك ان العيال نايمة والدنيا ليل. اسمعي مني كلمتين يا بنت الحلال، قدرك ونصيبك انك تتجوزي واحد رد سجون وكل شغله شمال، بس هعمل ايه؟ عملتلي خاطر وحبيت اتوب، محدش ساعدني ولا حد رحمني. عشان ترتاحي انا مش مطول في الشغلانة دي. اول ما الملي قرشين كويسين يعيشونا زي البنات مين انا وانت والعيال، هسيب الشمال خالص واخدك انت والعيال ونمشي من هنا ونعيش حياتنا كافيين خيرنا شرنا. ما تصبرنيش وتصبر نفسك يا عدم. عمر الحرام ما يغني ولا يأمن المستقبل ولا يعملنا بني ادمين. الحرام اخرته وحشة يا عدم. بكره تقول سميحة قالت. ما تفتحنيش بقى في الكلام يا عدم. نام وخلينا تخمت. ربنا يهديك يا عدو، ربنا يهديك. سرباط يا سرباط، سرباط يا سرباط يا بنت بلاد عليكي ما بترديش عليا. يا نهار اسود ومنيل بستين نيله، ايه اللي عمل فيكي كده؟ سرباط في ايه؟ فاهمين ايه اللي حصل؟ مين عمل فيكي كده؟ اصبري يا موسى، انا مش قادره اخد نفسي. بقى ميه بسرعه، بقى ميه بسرعه حبيبي. ايوه اكرم، انت شكلك نايم، معلش صحيتك. بس فتحي قال لك اكلمك عشان تجينا المزرعه من بدري. خير يا اكرم؟ في ايه؟ فتحي تعبان ولا ايه؟ لا يا عم، فتحي مش تعبان ولا حاجه، فتحي مسحول. الست كارما هانم اللي معرفش طلعت لنا منين دي هي اللي تعبانه. كارما؟ ودي ايه اللي جابها عندكم؟ بلاوي تتحدف علينا. بقى الحكايه كده.
ماشي. مناص للتمرج الخصوصي اللي جاب ابوكو. خلاص يا سيدي. قول للحنين ان انا مسافه السكه وجاي على طول. مع السلامه. خذي نفسك وفهميني مين عمل فيكي كده. ولا اعرف يا اختي، واد شكله لبش، هجم على التربه فتحها وخد حاجه من جواها، وبعدين ثبتني بالهرمه وعمل فيا كده وخلق. طب وده ياخدي من التربه يا شربات؟ برضه ما اعرفش، بس انا حاسه ان كل اللي بيحصل ده من جراير المخفي اللي اسمه سيد والمدعو اللي اسمه غنيم اللي معاه. شكلهم كده يا بنت كانوا مكمرين حاجه عندنا وبعدوا خدوها. احنا مش هنخلص من الشبكه السودا دي بقى ولا ايه؟ ادفع نص عمري يا بنت يا مجده واعرف ولاد الهرمه دول كانوا مخبيين عندنا ايه؟ اديك يا اختي كنت هدفع عمري كله من تحت راسه. يا رب كملها بالستر علينا. صباح الخير فتحي. أنا فين؟ اللي جابني هنا؟ ما ترد؟ هو في إيه؟ وأنت مش فاكرة أي حاجة من امبارح؟ مش فاكرة إن أنا جبتك من فيلا فريد السكري هنا؟ هنا اللي هو يعني فين بالظبط؟ فين؟ في بيتي يا كرم. ايه؟ بيتك؟ وانت مين اداك الحق اصلا انك تجيلي وتجيبني على بيتك؟ وانت عرفت ازاي اصلا انا كنت هناك؟ علا بقى الله يسترها. علا؟ هي اللي قالت لي عشان الحقك في الوقت المناسب. وهي ازاي اصلا تروح وتتكلم معاك في حاجه لا تخصك ولا تخصها؟ امال تخص مين يا كارما؟ تخصني انا بس، عشان دي حياتي وانا حره فيها زماني. هو الضياع والقرف اللي انت كنت عايشاه ده بتسميه حياه؟ وانت مالك؟ يا يكون صعبت عليك ولا ضميرك انبك بعد الكلام اللي سمعته من قبل؟ ولا تكون فاكره اني عملت في نفسي كده بسبب تبقى بتضحك على نفسك؟ بتضحك على نفسك وعايش في وهم كبير قوي؟ عارف ليه؟ عشان الحمد لله انا عرفت الحقيقه، عرفت حقيقتك في الوقت المناسب، وعرفت ان انت ما تستاهلش مني لحظه تفكير واحده. الكلام اللي انت بتقوليه عشان انا مقدر الحاله اللي انت فيها. مالها حالتي؟ ايه شايفني بتمطرح يمين وشمال؟ ولا مجنونه بشد بشعري بقطع هدومي؟ لو سمحت اتفضل اطلع بره، عايز اجهز عشان اطلع من هنا. انا لا هطلع بره ولا انت هتمشي من هنا. وبالنسبه للحاله فانت فعلا مجنونه وستين مجنونه، وكل تصرفاتك في حياتك غلط في غلط. لو ما مشيت من هنا دلوقتي وحالا لاطلب البوليس وانك خطفتني واديك في 60 داهيه. الداهيه دي اللي انت كنت فيها امبارح. انت عارفه انا جايبك منين امبارح؟ من على سرير فريد السكري بعد ما اداك الشمه والدنيا دخلت بيكي واغمى عليكي. انا جيت في الوقت المناسب ونقصتك، كنت ممكن تضيعي وساعتها عمرك ما كنت هتسمعي نفسك. أخوك المدمن باعك عشان خاطر شمة الواحد قواد وقذر. كان ساعتها الراجل ده وقت ممكن يحولك مدمنة وياخد مزاجه منك،
وساعتها كان يفرقك على زباين واحد ورا التاني وبعدين يجي اخر الليل ويرضيك بشمه. كل ده عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ولا حاجه يا ست. افرضي ان انا راجل ابن كلب واطي وكنت بلعب بمشاعرك، ايه اللي خليكي تعملي في نفسك كده؟ عشان واحد ما يستاهلش زيي. ورغم ان الحقيقه غير كده خالص، الواطي اللي قدامك ده دخل بيتك ودخل اوضه نومك وانت نايمه وغطاك وسترك. اي حد بيعرف يميز الصح من الغلط ما يقولش ان دي تصرفات واحد واطي ابدا. عموما اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. عايزه تمشي دلوقتي اتفضلي، مع السلامه. لو عايزه ترجعي للسكه اللي انت كنت فيها بس صدقيني هتندمي، لكن لو عايزه تدي لنفسك فرصه وتقفي على رجلك تاني انا ساعدك بدمي واقف جنبك. اوعدك اول ما تقفي على رجليكي مش هتشوف الوطي ده تاني، بس وقف الاول على رجليكي. مستني القرار اللي انت هتوصل له.